طب لو كنا احنا بنرشح منتخب مصر للفوز على الجزائر والتخطي والاستمرار ان شاء الله في البطوله لما هو ابعد، تفتكروا حكيم السبع، حكيم سبع واحد من المحللين الجزائريين المتميزين، اعتقد فاكرين حضراتكم حكيم سبيع لما استضفناه اكتر من مره واحنا في الدوحه في اثناء بطوله كاس العالم، كان حكيم سبيع حارس المرمى الجزائري والمحلل الرياضي في قنوات الكاس القطريه، عنده رؤيه للمرشحين للفوز بكاس العرب هم مين؟ نشوف راي حكيم. انا عندي اربع اختيارات. حلو. والخامس دائما يكون في كل دوره كاين فيه العامل المفاجاه، المنتخب أسود. الحصان الاسود ليعطي المفاجاه. يلا الجزائر. في اول مقام الجزائر تشكيله قويه ثريه مش محليه، لانه فيه كثير من الناس يقولوا هذا المنتخب المحلي، هو منتخب الرديف، لانه المحليين كاين لاعبين فقط اثنين اللي محليين، كلهم باقي في البطولات الاجنبيه. المنتخب الثاني والخليج. المنتخب الثاني قطر، ولكن قطر الذي اريده هو قطر قبل كاس الكاس الذهبيه. التصفيات الاوروبيه. قطر بعد كاس الذهبيه لا يكون له اي فرصه. ولكن استبعدها من ترشيحك. لا لا انا ارشحه لانه سانشيز كان ذكي انه طلع على معسكر في اسبانيا لاسترجاع كل العوامل البدنيه التي عانى منها خصوصا في شهر 8. ثلاثه. المنتخب الثالث هو منتخب مصر، ولكن تضارب تصاريح المدرب كيروش هي اللي تخليه في المركز الثالث، لانه كيروش يقول اني جئت لاجهز منتخب، هدفي الاسمى هو الذهاب الى كاس العالم، حتى انه تجاوز كاس افريقيا، وهذا يدل على انه يحاول ان يبحث على فريق ثاني للفريق الاول، ولكن دائما تبقى انه هذا دهاء في الاعلام، يمكن لمصر ان تكون لها كل حظوظها بتاريخها. المنتخب الرابع منتخب المغرب عفوا، منتخب المغرب كل محليين، بطل افريقيا للمحليين، بطل العرب على مرتين. من الحصان الاسود؟ الحصان الاسود هو فريق عمان. يعني انا بوافق على رايه، هم دول ابرز اربع منتخبات من حيث النتائج وال مش هقول الاداء متفاوت، لكن من حيث تحقيق الاهداف والنتائج محققين تقريبا كلهم العلامه الكامله حتى الان. يعني يعني من بكره او النهارده بالليل هيبتدي يبان بقى ايه اذا كان هناك فرز اخر في الموضوع. يعني هقول لك حاجه، سوريا وتونس قبل لقاء اليوم حظوظ سوريا كانت عاليه جدا. الحاجه الوحيده اللي كانت تخرج سوريا تونس تكسب وسوريا تخسر. سوريا تخسر. فده اللي حصل. يعني لو حصل سوريا تعادل سوريا تخسر من موريتانيا. لو حصل تعادل يعني لو تعادلوا هما الاثنين سوريا حظوظها اقوى. صحيح. ولذلك كره القدم دائما يعني بتقدم لك ان ما تطمنش للفوارق اللي على الورق ابدا.